السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أتحدث عن تأثر العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل بعد المقاطعة. هل تأثرت العلامة التجارية الداعمة لإسرائيل بعد المقاطعة؟ الجواب نعم. باختصار، تأثرت هذا النوع من أنواع الضغط للقوة الناعمة للقاعدة الاستهلاكية. إذا جاز التعبير، هو في عندنا اتجاهين. الاتجاه الأول زي ما شفنا في قطاع المشروبات والمأكولات، حاليا تراجع في الأسهام بلا شك سينعكس على حجم المبيعات والنتاج ونتائج الأعمال في الربع الرابع لهذا العام. باتجاه الثاني، هو انعكاس الاتجاه الأول، مدى قوة هذه الحملة ومدى استمراريتها. كلما كانت أقوى، كلما كانت مستمرة، كلما كانت نتائجها أكبر على هذه الشركات، بحيث إنها تعيد التفكير بربط نشاطاتها بالأمور السياسية. وهي أيضا عبارة عن مثال حي للشركات الأخرى، أنها ترى كيفية رد الفعل مهما كان حجمها مثلا في العالم العربي، حجم سوق بالنسبة الشركات العالمية، حجم سوقنا مش كتير كبير، ولكن عم بيوثر وعم نسمع فيه أصوات مساندة لهذه الأصوات في منطقتنا العربية. أثرت على مبيعاتهم في تلك المناطق، والأمثلة كثيرة على الشركات تراجعت نقود رعاية فيما يتعلق، إذا ما تحدثنا عن إسرائيل، فيما يتعلق بخوادم حوسبة شركات تراجعت عن بيانات سكان أيضا. فلا تستهين في مشاركة الأشخاص في حملات المقاطعة. وأخيرا، نحن مسلمون، فعلينا أن ندعو إخواننا في فلسطين ونساعدهم بكل ما نستطيع، وإن شاء الله ربنا ينصر إخواننا في فلسطين. الله مستعان. شكراً.